وعلى آله وصحبه أجمعين. نبارك لجافة الأخوة والأخوات المجيدين والمجيدات التي حققوا أفضل الإنجازات معانا في سلطنة عمان، الذين عملوا وفق النظام وقوانين يكسن. فلهم منا كل تحية وكل تحية. عالم يكسن يا أخوة يا أخوات عالم طيب، ما شو تمنى لك الخير. ودائماً أي شيء جديد كلما تعمقت فيه، كلما خبرت عرفت تفاصيله، عرفت أعماقه، فريت رسالة يكسن رسالة خير، رسالة محبة، رسالة أمانة وإتقان. كيف نستطيع أن احنا نوصلها إلى أكبر عدد من الناس اللي نحب لهم الخير؟ 17 سنة في ديكسن، الحمد لله رب العالمين، اطمئننا لهذه المنتجات. اليوم أصبحنا احنا معانا منتجات ديكسن هي خيارنا الأول. لما نروح السوق نتعاير على أساس أن نختار منتجات زراعتها زراعة عوية، منتجات إنها تكون حائزة على شهادات في الدولة، منتجات إنها تكون حلال. هل هذا سهل؟ هل يستطيع حصل عليه بسهولة في السوق؟ للأسف. فدي أكسن اختصرت حالنا المسافة. أي واحد يبحث عن الجودة، فمنتجات دي أكسن يا إخوة يا أخوات ذات جودة عالية كبيرة جدا، نستطيع أن إحنا نفتخر فيها. دي أكسن اليوم كملت 30 سنة، في عمان كملنا 20 سنة. طيب ايش من الادله والاثباتات اللي احنا محتاجينها؟ هل احد منكم يحتاج الى دليل، الى اثبات؟ منتجات الحمد لله رب العالمين، ما سحب منتج من هذه المنتجات من الاسواق. الاغذيه حائزه على موافقات من وزاره الصحه. كافه الامور الحمد لله رب العالمين قانونيه ووفق النظام. فاحنا كاسره لما نروح السوق الواحد يحتار ايش بيشتري حال اولاده، لانه ما موجود البديل من ديكسن. اذا وجد البديل احنا خلينا المنتجات الثانيه خارج البيت. فدائما نقول ونؤكد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الفطر الاحمر كمثال. الفطر الاحمر يا اخوه يا اخوات في قيمه غذائيه طيبه جدا. ديكسن هي اللي زرعت، وقبل الزراعة هي عملت الأبحاث، هي اللي زرعت، هي اللي أنتجت، اللي وصلت للمستهلك. طيب بس كذا يعني أي فطر ممكن احنا ناخذه؟ لا، فطر ديكسن يعتبر أجود وأنقى أنواع الأغذية العضوية اللي موجودة معانا من ضمن الأغذية هذه. من كل 20 كيلو يتكي واحد مطعم. من 20 كيلو فطر ديكسن داخل لنا كيلو واحد مقلي. طيب في الفطر الريش موجود، الفطر عمره شهر والفطر عمره 3 أشهر، يعني هذا عبارة عن خليط في قوة طيبة جدا للمستهلك. هل منتجاتنا غالية؟ هل منتجاتنا غالية؟ كم منتج موجود معانا قيمنا أقل من 10 ريالات؟ يا أخي أخوات كم منتج معانا قيمته أقل من 10 ريالات؟ 50 منتج. 50 منتج، كم عدد المنتجات معنا في عمان؟ 67 منتج. 50 منتج يا اخوة الاخوات قيمتها اقل من 10 ريالات. معانا 29 منتج قيمتها اقل من 5 ريالات. 75% من منتجاتنا قيمتها اقل من 10 ريالات. 15% فقط هي الاغلى او قيمتها اعلى من 10 ريالات. لكن هل السعر له علاقة بالجودة؟ على أساس أحصل على منتج ذا جودة عالية لابد يكون قيمته فيه. الشيء الرخيص، القيمة الرخيصة ما بتعطيك إلا الشيء الهزيل اللي لا يقوم لا يسمينه. لكن إذا كان جودة لابد يكون شوية قيمته، لكن هل لازم أنا أشتري على أساس أنك في ديكسن ما يحتاج؟ اشتري اللي تقدر لك، بعدين مين بيدفع لك عشان تشتري الباقي؟
من بيت يعني كم واحد موجود معانا حصل منطقته مجانا؟ مجانا 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 ما يدفع شيء، يعني 30 ريال حصل 30 ريال من يكسب 30 ريال. وانا واثق تماما ان العدد اكثر بكثير، لكن يكسب ممكن انها هي اللي تدفع. اذا يكسب يا اخوه تعتبر خيار قوي جدا للمستهلك، يحتاج ان احنا نحتفظ فيها.